التشيز كيك كيجيونا على هذا الشكل بعد ما بردو. كنتمنى الوصفات عجبكم، واللي كيهمها الامر بطبيعه الحال غتابع الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفني باش وضعتهم. هنا على فكره هذا الفروماج كتذكير لان عمرناهم. كنتمنى الوصفه تعجبكم وفرجه ممتعه. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة. هنا عندي جوج فرماجات متلتين، غادي نضيف لها لاكخيم، هادي ديال الطبخ. عندي جوج ديال الياغورت كريمي، الجبن دائري، هنا يمكن لكم ديروا السكر او العسل اللي عجبكم. غادي نخفق مزيان. هنا كما قلت بغيتو العسل بغيتو السكر، انا هنا غادي نحلي بلا كريم كراميل معلقه، وغادي نخفق مزيان ان شاء الله حتى تنسجم ليا وتقال تعقد ونتلاقاو. الكريمه بعد ما تخفقات كتجينا على هذا الشكل. هذا غادي نخليها على جنب. هنا عندي البسكوي، انا استعملت بسكوي ماريا واحد الكميه اللي غادي تكفيني. غادي نزيد لها الكريم كراميل وغادي نخلط مزيان. كما يمكن لكم اللي بغات الزبده او الشوكولا البراليني. بعد ما خلطت الخليط ديال البسكوي مع نسلي كراميل غادي نجي وغادي نوضعهم في هاد لي مول فرضيين. كما يمكن لكم ديرهم على شكل وحدة عائلية. وغادي نضغط شويه ونضغط هنا الكاس، نزيد شويه باش لما نوضع الكريمه ديالي ما تسيحش.
نجي نبرك حتى القدها. على هاد الشكل هذا، هادي حتى هي مصوبه. غادي نتمشى على هاد الشكل حتى نعمر هاد الشيء اللي عندي، ونتلاقاو باش نعمروها بالكريمه ان شاء الله. بعد ما الكريمه خليتها بردات شويه، غادي نجي وغادي نحطها فوق هاد البيسكوي. غادي نكمل هادشي اللي عندي. بطبيعة الحال غادي نزيد كل وحدة كندير معايا القادبة حتى نقادهم، ونعاود نزيد اللي شتها مازال قليل فيها، غادي نزيد ونوضعهم ان شاء الله في الثلاجة يتماسكوا مزيان ونرجعوا باش نشوفوهم. لي تشيز كيك جاونا على هاد الشكل بعد ما بردوا. هنا هاد اللون هذا خدت شويه من الجبن اللي خفقت وزدت ليه لا كولور او اللون الاحمر، ماشي احمر غامق، والقليل من الفرامبواز، النكهه ديال الفرامبواز، وعطتنا هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والا عجبتكم شاركوها مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده، وضغطوا على زر الجرس باش كل جديد وضعته ان شاء الله يوصلكم. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في فيديو قادم بمشيئة الله.